انت ناسي هم عملوا ايه في السابق؟ انت ناسي جمال مبارك عمل ايه؟ انت ناسي علاء مبارك استثمر قد ايه؟ انت ناسي الاملاك اللي اخدوها؟ انت ناسي ان كان في برضه اضطهادات؟ انت ناسي انت كل الكلام ده حلو قوي. احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل انسان مظلوم، مؤمنا كان او ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. طبعا طلع اليومين اللي فاتت كلام كتير عن ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية في الفترة اللي جاية. طبعا أنا بالنسبة لي لو ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية في الفترة اللي جاية، أنا أول واحد حدي له صوتي، وهدعو كل الناس تدي صوتها لجمال مبارك. هيطلع لي واحد من الخنافس يقول لي: ليه يا دكتور؟ انت ناسي هم عملوا ايه في السابق؟ انت ناسي جمال مبارك عمل ايه؟ انت ناسي علاء مبارك استثمر قد ايه؟ انت ناسي الاملاك اللي اخدوها؟ انت ناسي ان كان في برضه اضطهادات؟ انت ناسي انت كل الكلام ده حلو قوي. كل الكلام ده حلو. عصر مبارك كان فيه كثير من المآخذ، ولكنه لا يقارن بالعصر الحالي اطلاقا. في عصر مبارك لم يتم التخلي عن الأرض. في عصر مبارك لم يكن أحد يجرؤ أن يبني سد على مياه النيل ليتسبب في الجفاف لمصر. في عصر مبارك كنت تستطيع أن تدخل القسم وتعمل محضر ولا تنتهك كرامتك داخل القسم يعني. فلا، لا يوجد سبيل للمقارنة بين عصر مبارك ودلوقتي. في فساد كان موجود، لكن لم تتم خيانة المواطن ولم يتم خيانة الوطن، لم يتم التفريط في شبر من أرض الوطن، ولم يتم التفريط في ماء النيل، بل بالعكس احنا تابعنا. وبعد معاهدة السلام كمان استردينا طبعا. هتقول لي: طيب ما هو نفس النهج. اقول لك لا، هقول لك لا، لان جمال مبارك استفاد من التجربة. اولا جمال مبارك متعلم ودرس اقتصاد وفهم سياسة وفهم اقتصاد كويس قوي. غير كده جمال مبارك داء الظلم، شاف الظلم. هتقول لي: ازاي شاف الظلم؟ ايه ده، كان مسجون في سجن 7 نجوم وكان فيه سباق. اقول لك برضو بالنسبة لرئيس جمهورية وبالنسبة للناس عايشين في اماكن فخمة وعايشين عيشة لوكسوريوس، انه تحدد اقامته او تحدد حركته ده نوع من الظلم. واللي بيدوق الظلم بيحس بمعاناة الاخرين. اي حد داء الظلم وداء المعتقل وداء البؤس وداء الحاجات ديت بيحس بمعاناة الاخرين وبيعيد ترتيب افكاره. فانا بعتبر ان جمال مبارك من الناس اللي مرت بكل الفترات، شاف السياسة السابقة وشاف السياسة الحالية وشاف مزايا وعيوب الفترة السابقة وشاف كل عيوب الفترة الحالية، لان الفترة الحالية ما فيهاش اي مزايا. فبالتالي اتعلم داء الظلم، فهم الشعب، قرب من الشعب. اكيد انا بعتبر ان جمال مبارك من افضل الشخصيات اللي ممكن تترشح لرئاسة الجمهورية، وانا اول واحد بأيده لو نزل في انتخابات لرئاسة الجمهورية. بديله صوتي من وانا برا، وبدعو كل المحبين وكل اهل مصر المعتدلين المسلمين والمسيحيين لاعطاء الصوت لجمال مبارك، واقوله: الى الامام يا جمال، وإلى الأمام يا جمال. وإن شاء الله هتبقى بشرة خير على مصر، قائد مدني يبدأ مسيرة مرحلة مدنية في مصر، يؤصل للدولة المدنية وتوسيع أركان الدولة المدنية وتنظيم أركان الدولة المدنية وإحقاق حقوق الإنسان في دستور يخدم كل المصريين بدون تمييز بين فصائل أو طوائف. دي أول نقطة.
في حاجات تانية بقى طبعا، تحية لجمال مبارك ومعاك يا جمال، وبأيدك يا جمال، وبدي صوتي ليك يا جمال، واللي مش عاجبه كلامي يتفلق، انا ما بغيرش كلامي عشان اراضي حد، دي قناعاتي الشخصية اللي انا مقتنع بيها.